السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو ديال اليوم عنوانه وأخيرا وزير التربية الوطنية السيد سعيد أمزازي فرقع الرمانة كما كنقول. إذا قبل قليل وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي قال مجموعة من الأمور المهمة اللي غتحدد مآل السنة الدراسية. قوم معايا باش نعرفوا جميع النقط. دونك هو حدد 6 ديال النقط مهمه. النقطه الاولى، لا سنه بيضاء لهذا الموسم الدراسي، يعني السنه البيضاء كما كنت كنقول لكم دائما في الفيديوهات، لا مجال للسنه البيضاء لانه درنا واحد 75% ديال الدروس حضوريه. النقطه الثانيه، قوم معايا، استمرار عمليه التعليم عن بعد الى حين انتهاء السنه الدراسيه، يعني عملية التعليم عن بعد غادي تبقى مستمرة حتى نهاية الموسم، يعني ما غادي يوقعش واحد الانقطاع ديال الدروس المصورة عبر القناة الثقافية. النقطة الثالثة، امتحان ثانية بكالوريا سيجرى في يوليوز 2020، يعني امتحان ديال ثانية بكالوريا ديال البكالوريا غادي تدوزو في شهر 7 يوليوز 2020. النقطة الرابعة، امتحانات الاولى بكالوريا يعني الجهوي، امتحانات ديال الاولى بكالوريا فوقاش غادي يدوزوهم في شتنبر 2020 يعني في شهر 9. الناس ديال الباك غادي يدوزو في يوليوز في شهر 7، والناس ديال الجهوي غادي يدوزو في شتنبر يعني في شهر 9. بالنسبه للنقطه الخامسه، الدروس التي سيتم اعتمادها في امتحانات البكالوريا سواء الجهوي سواء البكالوريا، يعني غادي يعتمدوا ماذا؟ غادي يعتمدوا الدروس الحضوريه. شنو المعنى ديال الدروس الحضوريه؟ يعني الدروس اللي درناها قبل من الحجر الصحي، يعني في الاقصى، الدروس اللي درتوها في الاقصى، يعني ما نهضروش على الدروس اللي كنا كنديروها عن بعد، نو، لانه مجموعه من التلاميذ ما استفدوش من هاد الدروس لقله الامكانيات. مفهوم؟ يعني الدروس اللي غتكون في الامتحان الجهوي والامتحان ديال الباك فقط الدروس الحضوريه، يعني اللي كانت قبل من 16 مارس. مفهوم؟ بالنسبه للنقطه السادسه والاخيره، الغاء الامتحانات الاشهاديه للسادس ابتدائي والثالثه اعدادي. يعني بالنسبه للسادس والتاسعه غادي يتم الغاء الامتحان الموحد، يعني ما غيكونش امتحان بالنسبه لا للسادس ولا للثالثه اعدادي، ولكن هذا لا يعني انه جميع التلاميذ ناجحوا. سيتم اعتماد نقطه المراقبه المستمره، يعني النقاط ديال المراقبه المستمره والفروض اللي درتوهم حضوريا يعني قبل من الحجر الصحي دائما، الفروض اللي درتوهم والنقط اللي جبتهم في الدوره الاولى وفي الموحد ديال الدوره الاولى هو الذي سيتم اعتماده لاقرار نجاح المترشح. يعني ما يمكنش ننجحك بلا ما تكون ناجح في الدوره الاولى او في الفروض او في الموحد اللي دوزتوه في الدوره الاولى. يعني سيتم اعتماد نقاط المراقبه المستمره المنجزه حضوريا، وكذلك اعتماد نقاط المراقبه المستمره لنجاح باقي المستويات، يعني المستويات غير الاشهاديه، حتى المستويات غير الاشهاديه ماشي كلشي نجح، نو، غادي يتم اعتماد نقاط المراقبه المستمره، يعني الدوره الاولى شحال جبتي فيها، وغادي يتم الاقرار النجاح من عدمه. وكذلك الا كنتو درتو مثلا شي فرض في الدوره الثانيه حتى هو غادي يتم الحساب ديالو. اذا بالنسبه للمستويات الاشهاديه السادس والتاسعه الامتحان تلغى، والاقرار ديال النجاح غادي يعتمدوا فقط النقط ديال المراقبه المستمره والامتحان اللي دوزتو في الدوره الاولى، يعني الامتحان المحلي النقط ديالو هما اللي غادي يخليونا نعرفوا ناجح ولا مراسيبو. بالنسبه للمستويات غير الاشهاديه كذلك سيتم اعتماد ماذا؟ سيتم اعتماد نقط المراقبه المستمره والفروض المنجزه حضوريا، يعني قبل الحجر الصحي. وكما قلت في الاول، الامتحان ديال البكالوريا في شتنبر في شهر 7، والامتحان ديال الجهوي في شهر 9 ان شاء الله. الدراسه عن بعد غتبقى مستمره، يعني بالنسبه للمستويات غير الاشهاديه اللي قلنا غادي ينجحوا اعتمادا على الدوره الاولى والفروض المنجزه حضوريا، ما يبقاوش غير ناعسين ويقولوا صافي نجحنا صافي، نو، هذه الفتره ذهبيه استغلها باش تزيد تنمي راسك، تزيد تطور راسك، وباش تولي في السنه المقبله ان شاء الله احسن من السنه هذه اللي دازت وتكون افضل. مفهوم؟ بالنسبه للناس اللي باقيين متبوعين بالامتحان، الناس ديال البكالوريا والناس ديال الجهوي، ما نبقاوش هنا ناعسين ونقولوا راه باقي الوقت، وراه باقي شهر 7 وباقي شهر 9 في دونك، راه باقي الوقت بزاف باش نراجع، نو، ندير لو ماكسيموم بوسيبل وندير جهدي باش نجيب نقطه ممتازه ان شاء الله، لان هذه الفرصه ذهبيه، وهذا الوقت اللي عطاوكم راه
في الصالح ديالكم، والامتحان غادي تدوزوه فقط في الدروس اللي قريتوهم في القسم، يعني واحد العدد ديال الدروس اللي هو قليل مقارنة بالامتحانات اللي دوزوهم في البكالوريا شحال هذا. يعني الامتحان كان كيكون فيه العام كامل. يعني كنصحكم بأنكم ما تضيعوش هذه الفرصة الذهبية اللي جات بيني ليكم، وتحصلوا على معدلات إن شاء الله عالية اللي غتمكنكم أنكم تمشوا مرتاحين في المسيرة الدراسية ديالكم إن شاء الله، وغتمكن الناس ديال البكالوريا انه يدفعوا المعاهد ومدارس عليا ان شاء الله، اللي غتخليهم يمشيوا مرتاحين في المسيره الدراسيه ويحصلوا على وظائف ان شاء الله في المستقبل. اذا كان معكم الاستاذ محمد البخاري على قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري، كنتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.